السلام عليكم اخواني واخواتي المتابعين في كل مكان، مرحبا بكم في قناتكم، قناة كويت الليدر، قناة الرحلات والمغامرات. احنا وصلنا يا شباب الحمد لله الى هلسنكي، سكننا في كراون بلازا، حطينا اغراضنا، وصلنا في فجر هذا اليوم الجميل المشرق. قعدنا في هذا الفندق، امس دخلت فنلندا بالليل في وقت متأخر، وكان الظلام حالك في قمرة بس ما كان لها اي تأثير. مشينا بالليل، قعدنا نسوق في هذه الغابة، والطريق فاضي، تمينا نمشي بالليل، وكانت القمرة موجودة خلف الأشجار والغيوم. وكذلك أثناء الطريق كنت أشاهد الضباب اللي يخرج بين الأشجار والمناطق الزراعية، كأنه يعطيك أجواء الأفلام الرعب، عرفت؟ وانت تسير وحدك في هذا الليل لحالك، ما في احد على الطريق ابدا، ما كنت اشاهد غير نور دراجتي. كنت امشي واقول يعني وين العالم، وين ما في بشر، يعني ما في احد، انا رايح العاصمة ما في احد على الطريق، وامشي مسافات ما اشوف احد ابدا. تميت بروحي، قلت يلا يمكن لما اقرب من العاصمة يمكن راح اشاهد احد على الطريق، لكني تميت فترة ما اشاهد احد على الطريق لغاية ما وصلت. تقريبا قدت لمدة ساعتين ووصلت الى العاصمة هلسنكي. حتى يوم وصلت كانت الحركة خفيفة جدا، بديت أشوف بعض الناس في المدينة، وقمت أحس أني خلاص عرفت أني وصلت، لكن الليل وما في أحد طالع، ما أدري وين أروح بالضبط، وين أسكن. حطيت بالي أني أروح وسط المدينة، توجهت إلى وسط المدينة، شاهدت الفنادق، وانا اتجول وسط المدينة الى اللوكيشن اللي انا حاطه في فندق راديسون بلو. وصلت عند الفندق لقيته في وسط المدينة، وما حسيت يعني ما شفت باركينج مناسب، وحسيت الفندق ممكن يكون مزعج ومزدحم، مع انه موقع جيد، موقع ممتاز، لكني مريت على موقع اخر حسيت انه مناسب اكثر. فطلعت من هذا المكان وتوجهت الى الفندق اللي هو كراون بلازا اللي شفته على الطريق، رجعت له مره ثانيه، نزلت الفندق وحجزت غرفه، ونزلنا الدراجه في الباركينج، كان عندهم باركينج بعد، حطينا الدراجه بالباركينج. قال لي عاد مسؤول الفندق انا بعطيك الباركينج 26 يورو، الموظفة تقول. بعدين مسؤول الفندق قال لي لا خلاص شوف لك مكان واصبط واخذه لك مجانا. وها نحن الان الحمد لله وصلنا الى العاصمة، عاصمة فنلندا، نحن في فنلندا يا شباب، راح نطلع تشوف العاصمة شنو فيها. انا دخلت اوروبا، انا الان دخلت اوروبا يا شباب، تخيل سنين بدخل اوروبا ماني قادر، ما كنت اقدر ادخل، حاولت من اليونان وبلغاريا واحداث وكورونا ومش عارف ايش وتغيير خط السير وبلاوي. انا الحين الله كتب لي ادخل اوروبا من الشمال، دخلت من فنلندا. ويلكم تو فنلند. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا شباب خلنا نطلع ناخذ لنا جولة في العاصمة هلسنكي.
اتجول ونشاهد معالمها قبل ان نغادر كالمعتاد، نستطلع ونستكشف كل مدينة. طبعا ما اعرف فيها عنها شيء، فانا بروح سنتر المدينة. ما علي الزجاج من الخط امس، ما عندي ماي على الدراجة نظفه، فالحين ان شاء الله اذا وقفنا اي مكان ننظف. راح عن بالي. وصلت اقول لك الفجر ما في ولا بني ادم على الطريق. الحين ما شاء الله في سيارات وفي مطافي وشرطة وناس رايحة رادة. شايفين هناك هذا علم فلسطين ولا تهيالي؟ هذا اعتقد مجلس النواب مالهم، وفي اعلام فلسطين الحبيبة ترفرف. الله ينصركم. هذا قعدت أقرأ عن المدينة الصباح، ما فطرت اليوم. أمس وأنا أحجز قلت لهم أنا ما أعتقد أني راح أكون صاحي صباحا، فبلا أفطار، أعطونا الأفطار بعد بكرة. فقعدت أقرأ عن المدينة، شنو الطاولات كراسي شي فوق. عمل فني مميز. وانا اقرا على المدينه شفت صوره المبنى هذا مكتوب عليه مجلس النواب حق فنلندا. فيوم شفت الاعمده وشفت الناس المتظاهرين عرفت انه متظاهرين امام مجلس النواب. أنا متجه إلى سنتر المدينة. هذا ميدان نازل لتحت، باركينج سرداب. صدق من أول ما دخلت وحسب ما أشوفه اليوم الصباح، طلع كلاب هذول حلوين ما شاء الله. حسب ما أشوفه الحين في الصباح المدينة لها رونق صراحة، في لها رقي، لها رونق، منظمة، فيها تنظيم جميل. طبعا المدينة انشئت بال 1800 شيء كذي، 1780 بدأ انشاء هذه المدينة. طبعا والروس لهم يد كبيرة في تنمية وتطوير هذه المدينة. السكك القطار، مدري الباص. مقهى
هناك مقهى وسكوترات ودراجات، كل شيء موجود. اعتقد هذا ميدان رئيسي في المدينة، شوف تجمع الناس وقعداتهم بالحدائق، كلهم قاعدين متجمعين، مجاميع مجامع. وصلنا إلى نهاية الشارع، كنيسة ضخمة بالأمام وريحة سمك. أي أبا أعشم ريحة سمك، وأنا يا ولد جيعان. هذا بحر، وين يا أنا وين رايح، يمين ولا شمال ولا. وين طريقي بالضبط؟ خلني أروح يمين. انا اشم ريحة اسماك، هذه اكيد كلها مطاعم وتناول وجبات الاسماك. وريحة طيبة وصاحبكم فيه جوع قاتل، ودي امسك بني ادم واشويه. هذه كاتدرائية يمكن، في الموقع ما شاء الله، جمال جمال، مناظر جميلة. عرفت لي ساحات ومباني جميلة مع اطلالات بحر، بحر البلطيق. نحن يا شباب على بحر البلطيق الان، وصلنا الى بحر البلطيق بعد أن عبرنا الخليج العربي، وصلنا الآن إلى بحر البلطيق. شاهد المسافة والطريق الذي سلكناه، والكيلوات التي قطعناها. الشباب ضروري ناكل فيه هذا، ها؟ ناكل فيه اليوم باكر. خلونا نشوف لنا مكان هنا نقعد وناكل فيش اند شيبس. هذا ما ادري هو متحف، طبعا المدينة تحتوي على متاحف وفنون وكثير من الأعمال الجميلة حسب ما قرأت اللي قعدت أقرأ الصبح، بس اللي أنا قاعد أشاهده الآن أجمل مما قرأت. مدينة فيها رونق جميل. الناس منظمين، حتى اللي يسوقون دراجات هوائية ملابس كاملة دراجات. هذه المدينة قد تكون جميلة في الوقت اللي أنا فيه، لأني أتوقع أنها في الشتاء مدينة باردة جدا، فلذلك أتوقع مروري في أجمل أوقاتها، لأن البلد بشكل عام بارد. يعني أنا أتوقع هنا المكان مكسوب الثلج، يعني مستحيل راح يكون بالشتاء نفس هذه الأجواء. شنو
مغلق والخريطة تقول لي هني السنتر ومغلق. هذا يا ولد كيف تجيبني هنا؟ ما يودي ان شاء الله يودي. اها وصلت الساحة، لكن الظاهر شلون ندخلها؟ هذه سيارتنا. هذا ميدانها الرئيسي، ميدان هلسنكي، مجلس الشيوخ كما يطلق عليه. انا ما ادري ايش ما صفت هناك، انا احاول اني اصفط مع السيارة. وهذا الحجر لعوزنا مو خلينا نلف عدل، كأني داخل افرود. بس خلنا نصل شوي بالعالي لان هني ميول زيادة، هناك الميول اخف. Very nice. صفطنا هندايزر، خلونا نتمشى هني. وقريت عنه شوية، عندي بعض المعلومات على المكان. هذه الساحة يقال لها ساحة مجلس الشيوخ، وهذا المبنى الكاتدرائية التي أمامنا تم بناها في زمن القياصرة الروس. لما دخلوا السويد على فنلندا تضايقوا الروس من دخول السويديين على فنلندا، ولذلك قام الإسكندر الأول القيصر الروسي في الدخول على فنلندا، وراح هذه المدينة هلسنكي دخل عليها واحتلها وأقام هذا الصرح. في المدينة على أساس أنه يخليها مركز، يعني كانت المدينة ضعيفة عادية، وقاموا القياصرة الروس ببنائها والاهتمام فيها وأصبحت كما هي الآن. تمت فترة طويلة المدينة تحت الحكم الروسي، ونهضتها الكبيرة كانت في ذلك الزمن. بعدها قام ألكسندر الأول بتعيين الحاكم ألكسندر الثاني والي على هلسنكي. طبعا كان في صراعات في فنلندا، وهو نقل العاصمة إلى هلسنكي وجعلها عاصمة فنلندا، وعين ألكسندر الثاني، هذا تمثاله، تم صناعة تمثال لألكسندر الثاني في الموقع. تم صناعة التمثال ألكسندر الثاني عرفانا وتقديرا من الفنلنديين اتجاه هذا القيصر اللي كان حاكم عادل بالنسبة لهم، وكان يحاول قدر الإمكان يدافع عن حقوقهم ويعطيهم حقوقهم، إلى أن أتى المتشددين الروس وقاموا باغتياله. تم اغتيال الإسكندر الثاني، وقاموا الفنلنديين ببناء هذا النصب التذكاري عرفانا وتقديرا منهم إلى هذا القيصر. روسيا طبعا لها إيد كبيرة في نهضة فنلندا، كانت تابعة للحكم الروسي آنذاك، حكم القياصرة. حتى هذه المبنى تم بناءه من قبل الروس ولهم نكهتهم الخاصة. حاولوا الفنلنديين التدخل في البناء، ولكن الروس بنوا
وأنشأوا المنطقة حسب نكهتهم وطابعهم الروسي. طبعا أغلب الأشياء التراثية القوية تلقاها شبيهة في سانت بيترسبرغ، فيها تقريبا نفس الروح، ولذلك تجد الأثر الروسي واضح على المدينة هلسنكي. ساحة جميلة. خلونا نكمل مشيتنا. في المدينة رايكم في المكان وطابع المدينة المميز؟ والله حلو الأثر هذا، يدلك على أشياء كثيرة. يعني حلو التاريخ لما يكتب وبنفس الوقت ترى على أرض الواقع، يعني مكتوب ولا دلائل مادية، شيء جميل. وطبعا لما تحافظ على هذا الإرث يضيف قيمة كبيرة، يضيف ثقافة كبيرة للناس. فشوف ما شاء الله المدينة، يعني يمكن من ذاك الوقت اللي اجتهدوا فيها القياصرة وقرروا يحافظون عليها ويخلونها مركز مهم وجمال ويباهون فيها بعض المدن الأخرى. فعلا أنا قاعد أشاهد مدينة يعني جميلة جدا، منظمة ومرتبة. فهذا الإرث مؤثر على المجتمع ومؤثر على الناس في المنطقة. عرفت مدى أهمية هذه الأشياء؟ خلونا نكمل جولتنا. أنا أكثر مكان عجبني هذا أبو السمك هذا. نفتر بالمدينة تالي، نروح هذاك الميدان ناكل فيش اند شيبس. شوف هذا المسرح شغال، مجمعين الناس. هاي الدراجات واقفة هني. زين زين عرفت وين اوقف. انا اكمل جولتي ويا صف وياهم واروح هناك الاكلات البحرية. هذه بين ازقة البنايات قاعد امشي، الازقة كلها محلات، أسواق ومحلات. أنا كأني أمس بالليل هني، تصدق؟ أيوة أمس بالليل كنا نحوم هنا. لا نريد ذلك يا ولد، جبتنا عند الراديسون بلو. خلاص خلنا ننزل عند هذاك الشاطئ. طبعا في متاحف وفي
مسارح وفي بعض المباني الجميلة. بس أدري نص المتابعين أو أغلبهم يقولوا لي بفارس إيش نبي إحنا بالمتاحف، ما أدري ليش ما يحبون. يعني أنا مو أي متحف أوديك، أنا أوديك شيء متحف له تاريخ يعني يركز في راسك. خلنا نروح يبا، هذا وين الدراجات اللي كانت واقفة، خلنا نروح هناك. زين الله يسلمك، ونصف ويمكن نلقى لنا سميكة. سميكة والمدينة يعني ما فيها هذيك الكثافة ترى، بس بالسنتر يعني مو تقول كثافة العواصم الأوروبية المزدحمة، لا لا لا. كثافة العادية. ولا شيء يذكر عدا ذلك. حديقة. الجو لطيف يا جماعة، الجو لطيف. اصلا انا قريت ان موقف دراجات كان اوقف، خلنا نمشي الحين كذي بالنص الى اتجاه البحر. هذا المكان اتوقع ينطلق منه رحلات بحريه في ذاك المكان. هذاك نسكي اي بس في تجمع هناك بالقناه. وينو مذيلة؟ مسكرين. بسم الله الرحمن الرحيم، اعطوني مار عليهم فل. ما في احد، تصدقون؟ مريت عليهم توا. ايش كثرهم وريحة السمك تبط الراس. والشوي والمقلي و... يا جاي عشانكم انا. افا. يلا راحت علي. مع الأسف والله مسكرين يا شباب، ظاهر فترتهم ظهرية ويخلص السمك. يمكن الصيد اللي يبونه على طول يسوونه، يمكن وبعد ما تخلص السلات. ما شاء الله يعني حضور كان ازدحام. كنت باكل أكل النورس عدل، بغيت أكل أكلك بس ما صار. هذه الرحلات تذاكر تسهى هني وقوارب تاخذك في جولة. في البحر أنا ما يفهم الناس ليش متجمعة هناك.
كأني أشوف حمام سباحة عبر الماء، حمام سباحة في البحر. والله حلو هالمرسى ها، صف الطراد هني طلعتك عبر القناة من هنا إلى البحر. سينما ألاس ريستورانت، يمكن هذا مطعم معروف عندهم، ألاس اسمه، ألاس ريستورانت. شوفوا يا جماعة حمام سباحة، حمام سباحة في البحر. دشيت المطعم بس اقعد بالتراس برا. بس وايد يعني مثل ما تقول ريحة الخمر تبطل راس، كلها مشاريب وكذي، فقلت خل اغير المطعم. اوكي ممكن اقعد قاعده حلوه لكن ما له داعي هالريحه، بل اروح مكان افضل ندور. هني الفنلنديين عندهم لغه خاصه فيهم، بس مع ذلك يتكلمون انجليزي بطلاقه. يعني يوم كنت داش من الحدود الى الاوتيل الى المطعم، اللغة الإنجليزية قوية عندهم. فالظاهر غير اللغة الفنلندية كأساس، عندهم لغة ثانية أساسية كذلك الإنجليزية. يعني قليل ما تشوف واحد ما يعرف يتكلم إنجليزي. ليش تروح بعيد؟ نقعد هنا أخوي مطعم يم الدراجة. يم جراندايزر. وقفنا. طلبنا بيتزا. ماكو سمك اليوم. مع الأسف بيتزا عمل بيتزا زين. يلا حياكم شباب، وصلت البيتزا. يا سلام والله يعان أنا باكل، عجبتكم ولا ما عجبتكم؟ عوافي على قولكم يا شباب، ولذيذة وحارة. ورجعنا الفندق بعد ما أخذنا جولتنا وتمشينا وقعدنا في المكان. تعشيت، طولت وأنا قاعد مستمتع في الأجواء الجميلة والأمور طيبة، أستعد نفسيا ومعنويا على قولتهم. وبعدها رحت سوبر ماركت، خذيت شغلات على الخفيف، بعدين واصل طريقي الى الاوتيل. انا الان بالاوتيل، وارجو ان تكونوا استمتعتوا في جولتنا البسيطة الخفيفة ان شاء الله. وصراحة انا قاعد افكر، يعني شوف الطريق بالنسبة لي واضح الى العاصمة واضح، لكن الطريق من هنا الى الشمال مو واضح عندي، ما اعرف شلون اطلع شمال، ما اعرف يعني الطرق اللي اسلكها للحين مو مخطط لها. كان تفكيري قبل ماخذه كله على روسيا، الحين لا، يعني انا متسهل الامور والمفروض ما تسهل. شوف وصلت هني وانا للحين مو متيقن، فلازم اقعد الان ابحث في هذا الموضوع عشان اعرف متى اوصل بالضبط، او قصدي الطريق اللي اسلكه بالضبط الى الشمال. والله كريم، ما أنا بنطول عليكم. إلى هنا أخواني وأخواتي المتابعين الكرام، تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله مجددا في الحلقة القادمة، وأنتم بصحة وعافية. محدثكم وأخوكم كويتي ليدر من هلنسكي، هلنسكي من هسكلني، شنو هسكلني؟
محدثكم من فنلندا. تشاو تشاو.